الدورة هي أول دورة من نوعها في المغرب اللي كتخصص في هذا المجال هذا اللي غادي يعرف بيان سور تطور كبير من هنا للقدام. فكما كتشوفوا معنا السيارات الكهربائية، معنا الدراجات، لي تروتينيت، لي سكوتور، لي زوتيليتير بحال لي تريبورتور حتى هما، ولي بيس دو روشانج ديال هادشي، لي بورن دو روشارج. يعني اي واحد كي عنده تساؤل باغي يشري سياره كهربائيه او دراجه كهربائيه بصفه عامه وباغي يعرف معلومات على لا بورن دو روشارج، على كيفاش غيدير دياغنوستيك ديال هاد المركبات، فهذه هي الفرصه انهم يحضروا بكثافه لهذا المعرض ويطرحوا جميع الاسئله اللي عندهم. طبعا الحل العارضين ديالنا هما هنا اليوم باش يجاوبوا على جميع الاسئله. المعرض كيعرف مشاركه ازيد من 50 شركه عارضه وست دول مشاركه، يعني عندنا اليوم واحد العرض اللي هو كبير اللي غيجاوب على جميع تساؤلات الزائرين. بطبيعه الحال اون باراليل لهذا المعرض كاينه دورات تكوينيه اللي غادي تقام بنفس الوقت مع المعرض، اللي المستفيدين الاول منهم هما لي غاراجيست. هاد الدوره هذه بطبيعه الحال مجانيه، كتخص لي نوفيل ميثود دو دياغنوستيك ديال هاد لي فواتور الكتريك، ديال لي بورن دو ريشارج. يعني هاد الدوره غادي تكون دافع لهاد التطور، التنقل الكهربائي في المغرب ان شاء الله. جوج ديال المعلومات اللي بغيت نوصل لكم، اولا منتوج مغربي فيه مكونات فعلا جايه من الخارج، ولكن مكونات محليه، صنع محلي. النقطه الثانيه اللي هي كنظن خصنا نركزوا عليها، ان هادشي هذا غادي يسمح لبزاف ديال الناس اللي هما كيعكزوا شويه بسبب التكلفه على الكسب ديال وسيله ديال النقل، ولا سيما الشبان، غادي يسمح لهم ياخذوا وسيله ديال النقل اللي هي رخيصه في الساعه ديال الشراء ورخيصه في التكلفه، لا ديال استعمال ولا ديال الصيانه. المستجدات كاينين جوج او ثلاثه ديال المسائل الجديده، كاين واحد الموتور اللي هو نقولوا عنده واحد الصبغه شويه سبورتيف ياك، رياضيه يعني عصريه. وكاين واحد المنتوج ديال ثلاثة الروايد اللي هو صالح للناس اللي عندهم مشاكل في انهم يتنقلوا، معاقين، احتياجات خاصة. هادو جوج ديال المنتوجات جداد اللي غادي نسوقهم في قريب. في نفس الوقت كاين مستجدات تقنية، لي باتري اللي هو واحد العامل اساسي بالنسبة لهذه الوسائل ديال النقل الكهربائية. لي باتري كيتطوروا بزاف، واليوم دخلنا لواحد العصر ديال لي باتري اللي ما كناش كاع كنتوقعوها هذه بعض السنوات، اللي غادي يدوموا 7 سنين 8 سنين حتى 10 سنين. ومسألة اللي هي مهمة بزاف، لأن ملي كضرب الحساب كتلقى اقتصاد كبير 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 بالنسبة لهذه النقطة هذه.